طيب قول لي موهبتك في كرة القدم مين اللي اكتشفها؟ يمكن الله يرحمه خالي، يعني انا كان ليا خال كان حريف جدا، وهو وانا صغير انت كان المولد فين بيشجعني. حتى الاول؟ انا شبرا مصر، شبرا مصر. تمام من الساحل، من حي الساحل شبرا مصر. تمام يمكن انا كمان عندي لعيبه كبار لعبوا في يا منتخب مصر. كتير. دكتور علي شحاته كان ساكن في نفس الشارع بتاعي. انت مصطفى يونس كمان لا، كابتن مصطفى مصطفى. ورانا شبرا الخيمه المظله. انا كان عندي الدكتور علي شحاته، جيل المقاولين اللي فازوا بالدوري وكاس افريقيا الكابتن عيد دكتور. عبد الملك، كلنا في شارع ولد واحد احمد عيد يعني. عبد الملك وكان ورانا بشويه كابتن كهرب زيد. كمان طبعا. مارادونا الكره يعني المصريه. ورانا بكام شارع كده يعني. وبعد طبعا في بقى يعني لعيب الكوره عندي كتير جدا، اسامه حسن وعادل فتحي ومحمد عمر، وكان في لعيبه كتير لعب الدوري الممتاز يعني. انتوا لعبت الكره الشراب بكل تاكيد، ما ما احنا الحرفنه دي ما تجيش غير من احنا كده. بقى دكتور ايوه كده. منطقتي هي اللي اخترعت كره الشراب. احنا لحد يعني ما كانش في حاجه اسمها كوره كبيره يعني. حتى كنت تيجي تلعبهم في المنطقه عندنا يقول لك لا نلعب كره شراب، ما فيش حاجه اسمها كوره كبيره. فهي طبعا حاجه جميله وبتنمي الموهبه طبعا اكيد جدا. يعني. انت تتحكم في كره صغيره، بعد كده الكره الكبيره بتبقى بالنسبه لك سهله. الناشئين دلوقتي مظلومين يا كابتن محمود. هم مظلوم. خلينا متفقين ان المواهب في العالم كله قلت، بس عندنا في مصر للاسف المواهب بره قلت، بس الناس بتشتغل على الناس. احنا هنا عندنا المواهب قلت والناس ما يعني حتى ما بتدورش على الناس يعني. يا دكتور انا عارف طبعا حضرتك متابع الدرجه الاولى والدرجه الثانيه، والله العظيم احنا عندنا كميه مواهب غير طبيعيه جدا. والله، بس للاسف بتفضل مكانها لان ما حدش بيعلمها حاجه وما بتتطورش، فدي مشكله كبيره جدا. زمان كان في ناس بتدور على الولاد الصغيره، وانا رحت كده. انا رحت، انا لعبت، كنت ناشئين نادي الاهلي. رحت ازاي بقى؟ انا رحت احكي لي. كده بالصدفه، كان في كابتن شاكر عباد الله يرحمه، كان عندنا في شبرا، كان هو ساكن في المنطقه عندنا، كان بيقعد يدور على الناشئين، فشافني وداني النادي الاهلي. كان انا عايز اقول لك انا لعبت في النادي الاهلي 3 دقائق بالظبط في الاختبارات بالظبط، كان الدكتور عمرو ابو المجد والكابتن محمد عامر. 3 دقائق بالظبط لمست كوره، قالوا لي تعالى تعالى، انت ما تجيش دلوقتي خالص، كتبوا لي على ظهر الاستمارة تعالى هات شهادة ميلادك بتاعه وتيجي خلاص في من اخر. لمسة، من لمسة واحدة، والله لمسة، هي لمسة، كرة واحدة. عرفوا انت مين اللي قالوا قدامك. لي خلاص تعالى يعني. فزمان كانت الناس بتدور، دلوقتي ما فيش حد بيدور. ودلوقتي معظم الأندية، حتى في أندية كبيرة، أنا بزعل جدا إن هي بقت تشتغل استثماري. الموضوع ده بيزعلني جدا يعني. في أندية كبيرة للأسف اسمها كبير جدا، ما ينفعش. فانت هتجيب مواهب منين يعني؟ خلاص انت حد ما عندكش حد صغير بيتعلم. زمان كانت الناس بتعلمنا كويس وبنتأسس كويس، دلوقتي لا خلاص الموضوع بقى صعب. غبت في ناشئين الاهلي كام سنه؟ لعبت 5 سنين او 6 سنين، 5 سنين. مين او اللي كان ست موجود سنين معاك بقى في الفرقه في بتاعتك؟ فرقتي حسام عبد العال، محمد فاروق، كان معايا لعيبه كتير ما كملتش للاسف يعني. وكان في جيل اصغر مننا بيطلع معانا زي حسن مصطفى واسامه حسن ومحمد فضل بلال. لا، كان معايا ناس كتيره جدا، احمد صلاح حسني. هو اسامه حسن كان في الاهلي قبل ما يروح الزمالك؟ طبعا امال طبعا، ايه اللي حوله نشيل الاهلي. التحول؟ اسامه كان نشيل الاهلي طبعا اسامه. طبعا. فمش عايز انسى حد والله، بس يعني بعد ما سبت الاهلي ايه اللي خلاك تسيب الاهلي؟ لا مش انا، مش انا اللي سبت. انا كان يعني كان في مدرب معين، مع ان انا بحترمه جدا وبحبه، بس مش هقدر اقول اسمه يعني. مش ما معاك. كانش بيحب لا انا نوعيه معاك، انا معاك. كانش بيحب نوعيه اللعيبه اللي الحريف. الحريفه، فما كملتش. وعايز اقول لك انا مشيت والله يا كم دكتور، سنة كنت؟ كم سنة؟ 17 سنه او 17. 18 سنه، قلت خلاص مش هلعب كوره تاني. قال لي سيب كنت في الأهلي ثالث سنه سهل. ولا لا، قلت خلاص انا ماليش حظ في الكوره. وعاملين دوري في المدرسه عندنا، دوري؟ بيختار. كان تفتكر جت فتره وقفوا دوري المدارس، تمام. اتوقف سنه ورجعوا عملوه تاني، فجم بيعملوا منتخب للمدرسه أنا عندنا. بس بتكلم من إيه؟ شفت طلعت من الكرة في الشارع، تمام؟ ثم بعد ذلك من دوري المدارس، لا فدول ده انا هناك هقول لك الحاجات اللي حاجه، احنا افتقدناها. هقول لك حاجات الناس ما تعرفهاش. انا مشيت، انا وانا في دوري المدارس دوت جالي ولد صاحبي جدا اسمه اشرف عبد العزيز، قال لي محمود انت بتلعب كويس وبتاع، ما تيجي. انا بلعب في نادي المؤسسه العماليه في شبرا. الدرجه الاولى، ما تيجي تلعب معانا، احنا بنلعب درجه اللي هي الثالثه دلوقتي، تعالى العب. قلت له كنت بلعب في الاهلي، قال لي تعالى مش هتخسر حاجه. احنا قلت خلاص اروح اجرب والله. رحت فعلا، رحت اختبرت ماتش ودي بلعب معاه. كانوا بيلعبوا الاتصالات، كان زمان اسمها المواصلات مواصلات. ساعات. وربنا كرمني، فالراجل مضاني في نفسي يمكن الكابتن فرج ابو عبد الله يرحمه، مضيت لعبت سنه
في المؤسسه. في المؤسسه النادي القناطر الخيريه كان في اللي هو ممتاز بيه دلوقتي، اشتراني ب 10,000 جنيه من المؤسسه للقناطر. اشتراني ب 10,000 جنيه. انت واخد خط الالوبيه وانا خدت 2000 جنيه. والله يا دكتور. ولعبت سنه في القناطر كانت وش السعاده، ما فيش نادي في مصر ما جاليش. من القناطر في الممتاز. وانا كنت لسه صغير برضو، كنت لسه تحت السن، فدي فرقت معايا يعني. ربنا عمل لي سيناريو وفر عليا 5 6 سنين. انت كنت عاوز تبطل. سبحان الله. وانا برضو عاوز اقول حاجه للعيب الصغير، انا شفت الكابتن من الاهلي 5 سنين أو 6 سنين في الاهلي، وبعد كده ما قالكش لا انا خلاص ده انا جاي من الاهلي، لا راح المؤسسه العماليه في القسم الثالث، وبعد كده القناطر الخيريه. شوف بقى بقيه الرحله جايه ازاي. القناطر لعبت سنه امبي، جالي بقى كل الانديه اللي تتخيلها كله. بس كان امبي اكتر نادي دفع ساعتها فلوس، كان 170 الف جنيه تقريبا حاجه كده، مبلغ كبير في الوقت ده. ورحت امبي، كان الكابتن رمضان السيد والكابتن امام محمدين، ورحت لعبت سنه في امبي مزارع دينا، سافرت بلجيكا، رجعت على بتروجيت. وبعد كده بقى ربنا كرمني بالنادي المصري ومشيت الامور يعني. لا انت، انا بقول لك واحد من اللعيبه اللي لها بصمه في اي نادي بتبقى موجود فيه. ربنا يخليك يا دكتور، على طول دايما.